ما متحمل شوية صعوبات؟ ما مصلي؟ ما منغض بصرنا؟ ألا نضبط الشاشة مفتوحة بلا ضوابط؟ والله يمكن ما بتصدقوا بالعالم الغربي المتفلت اللي ما في جنس الدين، الشاشات كلها مضبوطة، في أنواع من القنوات رقم سري مع الأب فقط، يروح الأب والأم على سهرة والشاشة مفتوحة. أقسم بالله شخص حدث عالم بالشام توفي رحمه الله، سهروا سهرة طويلة، رجعوا وجد ابنه فوق بنته، واضحة وين ذلك الشاشة مو مضبوطة، وين قاعد أنت؟ شيء الشاب بيشوفه بعد 20 سنة شافه هلأ، شو بصير فيه؟ لذلك الغرب ما له إلا سلاح واحد ضدنا، 450 محطة فضائية إباحية وجهت للجزائر، وعم يجاهدوا لأنه شو بيغي جهادهم؟ التفلت. أذكر تماماً كنت في الجزائر، 450 محطة فرنسية فضائية إباحية موجهة للجزائر. الغرب معه السلاح، سلاح الإفساد، سلاح الإضلال، سلاح الإفقار. شوف الغرب شئت أم أبيت، أحببت أم كريت، عنده خطة. أول شيء إفقار المسلمين وإفسادهم وإضلالهم، آخر واحدة غير معلنة ثم إبادتهم. بتلاقي لك أبيد مئات الألوف، ولا كلمة ولا حرف ولا استنكار ولا شجب ولا سحب سفير. لذلك في الشرع الذي يقدر أن يحقن الدماء ولا يحقنها فهو شريك القاتل، الذي يقدر بهاتف أحياناً، صدقوا ولا أبالغ ما جرى في بعض البلاد من قتل للمليون، بهاتف يقف القتل، مو بجيش ولا بطيران أبداً، بهاتف ولم يفعلوا، معناه شركاء مع القاتل.